قتيل من يومنا والله ودماغنا مهيسه وبنشرب احلى حته في حجاره مغمسه يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي ده الظابط علينا كابس الظابط علينا كابس الظابط علينا كابس ولا مره هنتمسك اوعى مساكين من يومنا يا حلاوتك يا حاحا. ايه حصلت يا حاحا؟ بتقلب البيت غرزة؟ امشي من وشي بدل مظروفك سبع غرز في وشك. حاضر. ماشي يا حاحا. يا باشا. أنا حياتي بقت متفرتكة ومضروبة طلقتين ستة رختر. اختي بتحب بتاع الانابيب وبتاع الانابيب بقى مطرب متصيط وكلها اسبوع وهيطلع فورتانا سينما اوعى تغمض عينيك لا تصرف على قفاك. وخالتي خالتي مش عايزه تجوزني بالتاني جايبه لها عريس عماني بالتاني اللي هي خطيبتي وبنت خالتي وحبيبتي. خالتي بتقول عليا ديلي نيجس والسفلة الحقيرة اللي اسمها مايسا اللي فاكراني شاب بيجي بيجي من العيال اللي بتروح وتيجي مسيطاني في المنطقة وبتقول عليا ان انا بقيت قطة لدرجة ان انا كلما ادخل المنطقة الاقي العيال بتناونة وفوش. انا راجل محترم مش وشي بهدله ما ينفعش كل يوم والتاني تيجي تاخدني. هو الاسم بتاعكم ده فاتح على شاري انا بس. طب مخدرات قلنا ممكن اكون بتعاطى مخدرات دعاره يعني انت سعادتك فاكر القضيه كانت حسب النيه انما ارهابي ده منظر راجل ارهابي انا راجل فلاتيه سعادتك بيه. وبعدين تعال القانون بيقول ايه الارهابي لا يمكن يتمسك الا اذا كان مفخخا. انت لقيتني مفخخا دلوقتي ابدا ابقى فلاتي يبقى كلنا سقفين واحده نقول ايه الفلات اهو ايه الفلات اهو مشكله وقبضنا عليه. بعدين سعادتك لو عاوز قضيه عندك الواد حاحا دعاره هتلاقي مخدرات هتلاقي اي مصيبه هتلاقي الحمد لله احنا في السليم. اسمعوا بقى اللي كان فيكوا حته حشيشه يخش التلاوت يرجعها احسن له. انا ما رضيتش ابلغ البوليس على حكايه الحشيش وده طبعا تقديرا مني ليكي ولظروف اخوكي. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلبه اتعرض لاجهاد شديد وده طبعا نتيجه كميه الحشيش اللي شربها وفي الوقت نفسه كان عنده الضغط عالي. ضغط ايه؟ اخوكي لازم تحرصي عليه ولازم ما يتعرضش لاي ضغط عصبي او نفسي ويا ريت لو تاكدي على مراته وعياله انهم يوفروا له اقصى حالات الراحه. بس هو مش متجوز وعندوش عيال. معقوله؟ اه اكيد هو ده اللي مأزمه. على عموم انا زي ما قلت لك اخوكي لازم ما يتعرضش لاي اجهاد نفسي ويبطل طبعا الحشيش والبانجو. انت بتسقي وزه الطقم من نزلتها وعملتها 15 سيجاره. ما عملتليش سمسول؟ مش هنا امشي. انا اسفه يا حاح انا اللي كنت السبب. كل كلمه كنت بتقولها كان عندك حق فيها. خلاص انا هعمل كل اللي يرضيك. لا يا تفاح اعملي اللي انت عايزاه انا ما عادتش تفرق معايا. ما تقولش كده يا حاح. خلاص انا هتجوز وهسيب لك الشقه عشان تعمل كل اللي نفسك فيه. انت فكرك ان انا عملت كل ده عشان الشقه؟ عايزه الشقه خذيها بس عايزك تتاكدي ان انا عملت كل ده عشان مصلحتك. خلاص يا حاح انا فكرت كتير انا هتجوز الدكتور شريف. على
الاقل هو هيخليني عايشه مبسوطه ومستريحه. بس اهم حاجه انت تقوم لنا بالسلامه. تفاحه انا عايز اخرج من المستشفى دي. ليه؟ مليانه ذباب. ها في حاجه اختي؟ لا مفيش حاجه. طيب طيب حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمة؟ المتمردين استولوا على المدينة وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطيارة وجينا على هنا. كلها يومين ثلاثة وحسين ان شاء الله هيحصلنا، بس بعد ما يطلب اللجوء السياسي لجيبوتي. معلش يا هاه، هنتقل عليك يا اخويا. لا حبيبتي نعمة مفيش حاجة، بس يعني ربنا ما يرزقكيش بعيل ابيض يكسر الضلمة اللي انت عايشة فيها دي. وعموما ده بيتك، واهلا وسهلا بيكي في اي وقت. على رأيك يا أخويا، الواحدة مننا برضو ملهاش غير بيت أبوها. ربنا يخليك لينا. ولاد تعالوا يا ولاد سلموا على خالكم. لا بس عرفيني بأساميهم الأول. هم هيعرفوك على اسمهم واحد واحد. يلا يا ولاد. كريستينا، ليلي، فهمان، فرانو، مانويلا، جلبرت. سعيد اتقبض عليه في قضيه شيكات، ولاد الحرام نصبوا له فك. ده بايت في النيابه من امبارح، كان فاكر ان هو ممكن يطلع بكفاله، لكن لقوا عليه كذا حكم، عشان كده ادوا له حد احتياطي. انا مش عارفه اعمل ايه يا حاح. انجدني يا اخويا، ابوس ايدك انجدني. سيبنا بقى. شفت يا حاحة يا اخويا، بعد العشرة دي كلها يطلع مزمن. مزمن؟ اه مزمن مخدرات. بقاله 30 قاعد من غير شغل، وطلعوه معاه في مبكر اهو. عشان ايه بقى؟ عشان طلع مزمن وعامل نفسه كل يوم رايح جاي من الشغل، وطلع مزمن مخدرات زي ما انت قلت. الله يخرب بيت الازمان وسنينه.